السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران لنقف على الأشغال تاع التهيئة نتاع الحي العقيد لطفي الذي يقع في وسط مدينة وهران. إذا فيه تقدم للأشغال نتاع هذه العملية اللي انطلقت حوالي شهر. إذا خليكم تابعوا الفيديو حول هذه العملية اللي تقرب من نهاية تاعها بعد الزيارة نتاع والي ولاية وهران إلى حي العقيد لطفي. إذا لا تفهم تتابعون. السلام عليكم. كان الأشغال هذه على مستوى حي العقيد يعني اللي انطلقنا فيها منذ مدة، واللي قلنا تدخل في إعادة تهيئة هذا الحي هذا اللي يعرف حركية وديناميكية كبيرة خاصة يعني في فصل الصيف. ويعني نظن بلي بالشركة اللي كلفنا بالإنجاز اليوم نسبة تقدم الأشغال يعني فاقت 65%، وفيه التزام من طرف الشركة يعني بالانتهاء مع نهاية هذا الشهر نتاع جوان هذا. ولكن يعني نقول باللي باش يعني المحاور الاساسيه نتاع حي العقيد الاشغال تكاد تنتهي بها وسيتم استلامها يعني خلال الاسبوع القادم ان شاء الله. تبقى الاشغال جاريه على مستوى العديد من المناطق في الولايه نتاع وهران، سواء من ناحيه تحضير الشواطئ لاستقبال المصطافين في فصل يعني في فصل الصيف، او كذلك الاشغال تاع التهيئه سواء تاع المساحات الخضراء او التهيئه نتاع كذلك الشوارع الاساسيه. فالعمليه يعني في طور الانجاز ان شاء الله، ونحن درنا برنامج باش ننتهي ان شاء الله من كل الاشغال مع بدايه موسم الاصطياف ان شاء الله، او بعد مباشره بعد انتهاء من امتحانات نهايه السنه.